تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، ثاني يوم الأسبوع. هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. مثل ما تعودتوا هالبرنامج قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، بكون معاكم تقريبا على مدى ساعة الهواء نناقش فيها المواضيع المهمة، المواضيع الساخنة في المجال الصحي، بعض الإشاعات يمكن تكون سمعتوها، خصوصا نحس بداية موسم المدارس وموسم الإشاعات خصوصا بما يتعلق بصحة الأطفال. فتلاقي الأمهات دائما عندها والله ربيعتي قالت الأطفال الحين في عندهم مرض فلاني منتشر، فإحنا يهمنا إن إحنا نتوجه لهذه الإشاعات الغير صحيحة عشان تأخذون على تحصلون على المعلومة الصحيحة، ما يكون في إفتاءات. أنا ما أحب الإفتاءات في مجال الطب، خصوصا لما تيجي في صحة الأطفال وصحتنا بشكل عام. فعشان تتواصلون معنا وتطرشون اقتراحاتكم أفكاركم معلومة طبية حابين تسألون عنها أو تتأكدون منها، بعطيكم أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. هذا ثاني يوم في الأسبوع. أنا دائما أؤمن أن الأسابيع تمشي حسب ما إحنا نتوقع أنها بتمشي، يعني تلاقي بعض الناس من يوم صباح الأحد يقول لك هذا الأسبوع ما رح يكون أسبوع جين. زين ليش؟ بس شيء أحس هذا الأسبوع طويل، فيه وايد شغل، أحس أنه ما رح يمشي مثل ما أنا أحب، وتلاقي الأسبوع يمشي مثل ما هو توقع بالضبط. بينما لما أنت تنشي الصبح يوم الأحد وتفكر إن شاء الله رح يكون أسبوع جميل، حتى لو كان مزحوم، عندك وايد شغل، عندك تسليم، عندك مهام، خصوصا الحين ما شاء الله العمل صار تنافسي جدا، في وايد بروجكتات ومشاريع واعتمادات وغيره وغيره، تفكر بإيجابي إن رح يكون إن شاء الله أسبوع زين أنا أنجز فيه. صدقوني يمشي الأسبوع مثل ما أنتوا تحبون. هذه قوة التفكير، طبعا كل شيء أول شيء بمشيئة رب العالمين، لكن بما أنت تتوقعه من يومك ومن أسبوعك. فهذه نقطة جدا 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 مهمة. إحنا الحين رح ننتقل لنقطة مهمة أخرى اللي هي فقرة السوشيال ميديا. معانا الحين الزميلة أسماء الجناحي بتعطينا شو يدور في مجال السوشيال ميديا في هاليومين. صباحك ورد يا أسماء. صباح النور سنور دكتورة، صباح الاثنين اللي يحبونك الاثنين. اي والله احلى اليوم، احس الاثنين يوم جميل، روحه تيت جميل. الحمد لله. اعطينا يا اسماء شوفي في السوشيال ميديا اليوم بيكون عندنا لقاء مباشر على كل حسابات برق الامارات، برق الصحه وهيئه الصحه، بنتكلم عن الاسعافات الاوليه، بما ان شاء الله قريب الاسبوع ده بيكون يوم العالمي للاسعافات الاوليه، وفي راح يعني نثقف الجمهور شو هي الاسعافات الاوليه، شو الاشياء لازم تكون موجوده عندهم في البيت، المتطلبات، الامور هاي كلها لازم يعرفونها. غير هذا كنا حاطين معلومات عن خدمات العلاج الطبيعي في هيئة الصحة، بمناسبة أنه كان يوم أمس يوم العالمي للعلاج الطبيعي. فالخدمات موجودة في كل مستشفيات هيئة الصحة، أيضا عندنا مركز دبي للعلاج الطبيعي وايد التأهيل متخصص، وأيضا عندنا مركز التدخل المبكر في مركز المزهر الصحي للأطفال، وعندنا إعادة التأهيل في مركز نادي الحمر. فالخدمات موزعة. وغير هذا ما ننسى كبار المواطنين عندهم مركز خاص حق كبار المواطنين. فهي علاج يعني موجود في كل مكان، نحاول نوفر العلاج الطبيعي بالقرب من مساكن المتعاملين. جميل. ونختمها بالرسالة الصباحية، إن أردت أن تكون أكثر صحة وسعادة فعليك أن تبدأ بتغيير نمط حياتك، وكون أكثر قوة وإرادة لهذا التغيير الإيجابي. صحيح. التغيير ما بس أن أقوله بتغير، لكن تغيير يكون من داخلنا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صحيح. فنتمنى أن نحن نؤمن بالتغيير ونعد خطة، ما في شيء اسمه تغيير مفاجئ، لكن تدريجيا، عشان عقل الإنسان ما يكون ضد، يعني غالبا بيحس أنك أنا في تغيير كأنه في خطر، فنسوي بشكل تدريجي وإن شاء الله كل شيء راح يتغير إن شاء الله. صحة وسعادة. شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد إن شاء الله. شفت قوة التفكير
مثل ما قالت حتى أسماء، قالت نقدر نغير حياتنا بقوة التفكير، يكون عندنا إرادة ونركز في التغيير اللي إحنا نبغى. رح ننتقل الحين إلى فقرة التغذية. رح نتكلم اليوم عن موضوع ممكن نقول صار مثل ترند في الفترة اللي طافت، اللي هو ملح الهملايا الوردي. وايد ناس قاعد تستخدمه، تلاقون في وسائل التواصل ناس تستخدم ملح الهملايا، قالك والله أحسن، مو مكرر نفس الملح العادي. نبغى نشوف شو سالفة ملح الهملايا الوردي. فمعانا السمية اختصاصية التغذية الأستاذة ندى علي، لما يجهز الاتصال عن مع الأستاذة ندى بعطيكم دراسة على السريع. ابتكر فريق من مهندسين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة روبوتا دقيقا على شكل خيط يمكنه التحرك داخل شرايين المخ، مع إمكانية التحكم فيه بتقنيات المجالات المغناطيسية. هذا الاختراع يقول عنه أستاذ الهندسة الميكانيكية والبيئية بمعهد ماساتشوستس ساينس إكسبرس إن السكتات الدماغية تأتي في المرتبة الخامسة بين أسباب وفاة البشر وسبب رئيسي للإصابة بالشلل في الولايات المتحدة. وإذا قدرنا نعالج المريض خلال أول 90 دقيقة بعد الإصابة بالجلطة فإن معدلات النجاة ترتفع للغاية. فالحين هذا الروبوت الجديد على شكل خيط يتكون مادة النيكل التيتانيوم التي تتميز بالمتانة والمرونة في آن الواحد، فيمكن الانثناء ثم العودة لوضعها الأصلي دون إضرار بالجزء الداخلي من الشرايين. وهذا الروبوت محاط بمادة الهيدروجل التي لا تؤثر على خصائصه المغناطيسية، وتوفر له درجة عالية من الانسيابية وسهولة الحركة داخل جسم الإنسان. يعني راح يخلون هذا الروبوت على شكل خيط يدخل جسم الإنسان يوصل مكان الجلطة في المخ، وأتوقع يذوب الجلطة أو يشلها. فهذه واحدة من القفزات في عالم الطب، لأن جلطات الدماغ للأسف لما تصيب الإنسان تكون بالعادة عودة الإنسان لحياته الطبيعية تكون دائما أصعب، يحتاج علاج طبيعي طويل، في ناس يفقدون إحساس بعض من أطرافهم، فشان من يدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت. الحين راح نروح نتكلم عن ملح الهملايا الوردي مع الأستاذة ندى علي. صباحك ورد يا أستاذة ندى. نور صباح، اهلا فيك. خبرينا شو سالفه او حقيقه ملح الهملايا الوردي، هل هو فعلا زين ولا لونه بس حلو؟ لا هو لونه وردي بعد. زين، نتكلم ملح الهملايا اللي هو منتشر اخر فتره، وكثير انواع املاح منتشره في الفتره الاخيره مثل ملح الهملايا، ملح البحر، ملح الصخري. فهذول كلهم انواع جديده على السوق، فحبيت اتكلم اليوم بالتفصيل عن الملح الوردي. ملح الهملايا الوردي هو نوع من أنواع الملح يتم استخراجه في باكستان، هو من جبال الهملايا، ويشبه كيميائيا ملح الطعام، ويحتوي على نسبة 98% من كلوريد الصوديوم، ونسبة 2% من معادن أخرى مثل البوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم، وهي اللي تعطي اللون الملح الوردي الفاتح. ممتاز. شو فرقة من الملح الهيمالايا وملح الطعام العادي؟ هو بالعادة أن الأملاح الملح الطعام المستخدم في السوق تتعرض لعمليات سكرية كثيرة، وتضاف له مواد تمنعه من التكتل أو التجلط. فهذا الملح أقل معالجة ولا يحتوي على أي إضافات. جميل. هل هو بديل منخفض للصوديوم؟ الناس تسأل هل هو أفضل، يعني مثلا يعالج أمراض الضغط ولا لا. هو من ناحية كمية الصوديوم، كلوريد الصوديوم هي 40% في ملح الطعام وملح الهملايا، 40% نسبة الصوديوم موجودة في النوعين من الأملاح. بس الفرق إن بلورات الملح الهملايا كبيرة، فمثلا لو بناخذ بملعقة الشاي بتكون فرق بين بلورات حجم بلورات ملح الهملايا وملح الطعام العادي. نعم. لأن بلورات ملح الطعام صغيرة. فقط في حد قال لي او قريت في مكان قبل يومين ان لازم ناخذ ملح الهملايا او ملح البحري او الملح الصخري، لان الملح المكرر انه هو مو ملح، يعني انه مو ما في خصائص ملح، بس مواد كيميائيه. هل الكلام صح؟ هو صوديوم وكلوريد الملح المكرر، زائد في مواد مثل كربونات المغنيسيوم، هاي لها اثار، فهو بس للطعم يعني ما منه فايدة. ومعنى الأملاح الملح نحتاجه، يعني الصوديوم يحتاجه الجسم، وهو مكون يعني في الخلايا موجود الصوديوم. أكيد. عشان ناخذ الفايدة ناخذها من شيء غير مكرر، غير مضاف له عمليات لمنع التكتل، لمنع التجلط من الصوديوم.
صحيح. شكرا لك أخصائية التغذية ندى علي هالمداخلة بخصوص ملح الهملايا الوردي، ونهارك سعيد. نهارك مع السلامة. طبعا مثل ما قالت ان الحين ما شاء الله هبة، حتى الملح صار له الوان، في احمر، في اسود، في ابيض، في ملح بحر، في كبير، في صغير، وصار في تفنن، لكن في النهاية يعتبر ملح، بالتالي لازم ناخذه بحذر، ما نكثر استهلاك منه. حتى لو قالوا ادري هناك وايد ترويج ان ملح البحري افضل ويعطيكم معادن احسن واحسن للجسم، ويساعد حتى اللي وصلوا يقولون يساعد على تنظيم ضغط الدم، وهذا الكلام غير صحيح. كل شيء ضمن الاعتدال، ضمن الكميه الموصى بها مفيد، اي شيء يزيد عن حده غير مفيد. فاحنا نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل نكمل فقره برنامجكم، برنامج صحه وسعاده. صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. أنا أضحك لأن في الفاصل المخرجين بالعادة يستغلون وجودي في البرنامج، واستشارات طبية لهم لجيرانهم والإخوانهم، كل استشارات طبية في الفاصل ترى تستوي، فاستوي طبيب على طبيب أنكول مناوب، وأنا في فاصل البرنامج. بس إحنا في الخدمة طبعاً، أي حد يبغى يستشير عن أي شيء، لأن هذا ما يسألون عن طريق وسائل التواصل، لا يسألون وجهاً لوجه، فالطبيب يقدر يحكم. ما نسأل أطباء استشارة طبية عن طريق وسائل التواصل، خصوصاً الطبيب ما تعرفونه أو مو واثقين من، يعني ما تعرفونه شخصية مثلاً، شو الرخصة مالته، لأن في وايد أطباء ممكن يكون يطلعون وسائل التواصل لكن ما عندهم الخبرة الطبية الكافية، بالتالي ممكن يفتون افتاءات غير صحيحة تضركم بدل ما تنفعكم. فدائما استشير الطبيب اللي انتم تثقون فيه، اول شيء طبيب العائلة دائما انتم تتابعون معه. احنا اول شيء راح اذكركم برقم التواصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006. في برنامج جميل جدا تقدمه هيئة الصحة بدبي، وتكلمنا عنه اكثر مرة في برنامج صحة وسعادة، هو برنامج طب وعلوم. طب وعلوم هو برنامج يستقطب الكفاءات المواطنة. راح يحدثنا عن البرنامج إن شاء الله الأستاذ أحمد العامري، ضابط إداري ورئيسي بإدارة التعليم الطبي والأبحاث. صباحك خير أستاذ أحمد. صباح النور والسرور دكتور ندى، كيف الحال؟ الحمد لله، حياك الله في صحة وسعادة. الله يحييك، ولي الشرف أني أشارك في هالبرنامج، وقواكم الله على الجهود المبذولة هذه. شكرا لك، شكرا. أستاذ أحمد، نتكلم أول شيء شو برنامج طب وعلوم، ومتى تم إطلاقه، ومن هي الفئة اللي يستهدفها؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا برنامج طب وعلوم انطلق من عام 2016 الحمد لله من توجيهات الحكومة الرشيدة والقيادة العليا عندنا معالي أحمد القطامي. انطلق البرنامج ذلك للجذب وتشجيع الكوادر الوطنية وطلاب الثانوية العامة لانضمامهم في المجالات الطبية وتشجيعهم في دراسة مجالات الطب. والفئة المستهدفة من البرنامج هي بشكل عام خريجي الثانوية العامة أو طلاب الجامعيين. ممتاز. كيف البرنامج طبعا عشان يستقطب اي فئه مستهدفه والكفاءات، لازم يكون في مجموعه من الحوافز، فنقول لهم شوفي حوافز، شوفي بيزات مثلا شو يقدم البرنامج. ان شاء الله. ما شاء الله على البرنامج، على الحوافز اللي نشوفها ما شاء الله، يعني مو مقفرين فيها، نتحمل فيها التكاليف الدراسيه السنويه بالجامعات الخاصه. بالاضافه الى المكافآت الشهريه بمختلف التخصصات، كل تخصص له راتب مكافأة معينة. جميل. بالإضافة فيها تأمين صحي نوفر لكل الطلاب. جميل، ممتاز. وفيها سنويا بدل كتب ينزل لهم سنويا لمبلغ 3000 درهم. جميل. لأمور القرطاسية والكتب والأمور، ومرة واحدة في البرنامج اللي هي بدل لابتوب. ممتاز، يعني ما شاء الله تغطون كافة النواحي اللي يحتاجها أي طالب يدرس، كتب، قرطاسية، لابتوب، كل هذا، ومصاريف الدراسة أيضا. بالضبط. والحمد لله سنويا احنا نشوف البرنامج، احنا ننطلق الحين هاي إن شاء الله بتكون رابع دفاع هالسنة من البرنامج. بعد كل سنة من الأشياء اللي نشوفها ومتطلبات الطلاب والتغيرات اللي تسويها، فإن شاء الله كل سنة يكون في تحديثات، وكل سنة إن شاء الله بنكون أحسن عن السنة اللي قبلها. ممتاز. دام في كل هذه ما شاء الله الحوافز الجميلة، أكيد المستمعين ينفضون شو الشروط عشان يلتحقون، أو مثلا يخلون عيالهم يلتحقون بمثل هالبرنامج وبرنامج طب وعلوم. هي دكتورة الشروط عامة، لكن من أهم الشروط أهم شيء يكون من مواطني دولة الإمارات حامل جواز سفر وخلاصة القيد. ممتاز. وثاني شيء يكون لائقين صحيين وحسن سيرة السلوك،
ولفئة الشباب أهم شيء رسالة من القوات المسلحة بخصوص الخدمة الوطنية، هل تم إعفاء أو تأجيل أو أنهى المتطلبات الخدمة الوطنية. ممتاز. وبعد هل أهم شيء للنسب، نحن مثل محاطين في الإعلان في نسب معينة متفاوتة بالنسبة لخريجي ثانوي العامة، مثلا للطب العام النسبة المفروض لازم تكون 90 فوق نسبة الثانوية، وللتمريض 80%، والعلاج الطبيعي 80%، والمختبرات 85%. طبعا هاي التفاصيل كلها موجودة على الإعلان وعلى موقع الإلكتروني، وحاطين اللائحة كاملة اللي فيها شروط شو لك وشو عليك وشو الأشياء تلتزم فيها كلها بالتفصيل، وحاطينها إن شاء الله في الموقع. ممتاز. فالمهتم بالبرنامج لازم يدخل على موقع الهيئة ويدخل على برنامج طب علوم. نعم، كان فترة التسجيل، نحن نفتح فترة التسجيل بعد إعلان نتائج الثانوية العامة اللي هو تقريبا كل سنة يكون شهر 7. يعني هالسنة نحن فتحنا باب التسجيل تقريبا من تاريخ 11/7 إلى 15/8 لمدة شهر وتقريبا كم يوم. ففي هذه نعطي كافة الفئات مجال أن يقدرون يقدمون، مثلا مثل ما تعرفين مدارس مناهج بريطانية مناهج أمريكية. صحيح. والشباب عقب ما يخلصون لازم يروحون القوات المسلحة يطلعون أوراق الخدمة الوطنية، فمعطينهم المدة كافية اللي هي شهر وشوية عشان يقدمون على الطلبات. وما يقدر الطالب يدخل يسوي له يوزر نيم يقدم طلب قبل لا يقرأ اللائحة عشان أعرف شو له وشو الالتزامات اللي عليه وكل شيء، يعني واضح بشكل واضح موجود اللائحة. ممتاز. بالنسبة للتخصصات، يعني نعم. هل أنتم تحددون التخصصات المطلوبة ولا الطالب هو اللي يحدد أي تخصص يدرسه؟ الطالب يحدد أي تخصص يدرسه. طبعاً نحن كل التخصصات مطلوبة عندنا في الهيئة، ولكن بعد الدراسات وبعد ما نشوف الطلبات وكلها تكون عندنا أعداد معينة في كل تخصص على حسب احتياجات الهيئة سنوياً، لأن ما شاء الله عندنا عدد كبير من الطلاب ونشوف الإقبال وايد كبير على البرنامج ما شاء الله عليهم، وبيضوي الطلاب كلهم ما شاء الله عليهم. بالضبط. هو أصلا برنامج طب علوم برنامج جميل وفعلا يستقطب الكفاءات المواطنة بسبب ما شاء الله الحوافز والتخصصات المطروحة. الحين الطالب يوم يتخرج من برنامج طب وعلوم، هل يتم مثلا يقول خلاص يكون حصل وظيفته في الهيئة، مثلا يقول جاهزة من يتخرج يحصل، ولا شو تكون الإجراء من يتخرج من البرنامج؟ طبعا دكتورة مثل ما انت تعرفين في التخصصات الطب المساند اللي هي مثلا خلينا نقول المختبرات والعلاج الطبيعي وهذه، هذه يعطوا ان شاء الله يوفرهم وظائف على حسب الشواغر المتوفره، نعطيهم احنا البيانات كلها انه مثلا هالسنه الطالب انت بيتخرج وكذا وهذه ويوفروا لهم. لكن في مجال الطب مثل ما انت عارفه، انا يعني بتكلم في مجال الطب سواء كان الطالب في البرنامج او سواء كان يعيننا عن طريق الشخصي. نعم. اللي هو سنه الامتياز وبرنامج الاقامه. برامج دبي التخصصات الطبية. صحيح. هذه طبعا الأولوية كلها للمواطنين سواء كانوا يعني في البرنامج أو مو بيعني في البرنامج، يعني أول ما يقدم يعني يقدر يقدم على سنة الامتياز يأخذوا ما شاء الله عدد الكافي من المواطنين، ويقدم على برنامج الإقامة ونفس الشيء نأخذ المواطنين كلهم. وطبعا اللي ويانا في البرنامج خلاص انه هو ويانا نحن نتابع دوريه عقب ما يتخرج من الجامعه. سنه الامتياز يبغى يسوي عندنا في الهيئه، يبغى يسويها مثلا في ابو ظبي ما في مشكله، لكن برامج الاقامه يكون عندنا نحن. ممتاز. ونوجههم. وهاي يعني انا ما قلت انه مثلا اللي في البرنامج او غير البرنامج، انه خلال المقابلات لاحظنا الطلاب كل همهم انه مثلا احنا نبغى نقدم على البرنامج انه الوظيفه تكون مضمونه. صحيح. فحبيت اطمنهم ان انتم حتى لو ما كنتوا يعني البرنامج ما صار نصيب ان دشيتوا هنا في البرنامج، ترى المواطنين ما شاء الله والتوطين الحين الحكومه كل الحكومه توجيهات الحكومه الحمد لله. صحيح. التوطين الحين في كل مكان. بالضبط. صحيح. فالمواطنين مطلوبين بشكل كبير سواء في الطب او طب المسالك. بالضبط. واحنا دائما نشجعهم ان هم ياخذون التخصصات هذه، ما يخافون يقولون مثلا تخصص طويل تخصص صعب. انا في رايي صراحه انا كطبيبه ما في شيء اسمه تخصص صعب، كل تخصص يبغى له جهد، يبغى له شغل، يبغى له سهر، لكن انت لازم تعرف ان الدوله تحتاج لكادر طبي، حتى الكادر الطبي المساند نحتاجهم بكثره، وحتى الاطباء التمريض الاشعه المختبر وغيره نحتاج كادر طبي مواطن. فهذه رساله لكل الامهات اللي ان شاء الله باذن واحد احد بالحياه السنه الجايه بعد ما تطلع نتائج الثانويه العامه من ينطرح برنامج طب وعلوم انهم يشجعون عيالهم انهم ينضمون لهذا البرنامج اللي يستهدف الكفاءات المواطنه في البلاد. تفضل استاذ احمد. ما شاء الله عليهم، يعني من اولياء الامور الحين نشوف ان كل واحد جايب بنته ولا ولده، نشوفهم انه جايين
ما شاء الله بيضوي وكفو التربية وكلهم ما شاء الله عليهم متميزين ما شاء الله. وطبعا يعني احنا في البرنامج مثلا تكون اعداد محدودة من الكراسي المتوفرة، فالأفضلية على حسب اللائحة مكتوب ان من النسب الأعلى. نعم. فنأخذ من الأفضل نبدأ فيها، لكن ما شاء الله عليهم كل المتقدمين عند درجاتهم نحن نصدم فيهم وننبهر فيهم وكفو عليهم وشرفوا بلاد دمويل. ممتاز. أكيد أكيد. أستاذ أحمد، كم عدد المستفيدين من البرنامج لين اليوم؟ إحنا هذه السنة الرابعة لبرنامج طب علوم، كم عدد الناس اللي استفادوا من البرنامج؟ العدد الحالي طويل العمر دكتورة، الحالي عندنا 149 طالب ومن غير اللي تخرجوا تقريبا 8 وتوظفوا منهم 5 ممتاز. من اللي تخرجوا وثلاثة على حسب رأيهم يعني عمروهم أنهوا الرعاية. هاي رأي شخصي يعني. نعم. والحمد لله هالسنة كان العدد التوجيهات الميزانية موجودة لعدد 30 طالب. ممتاز. ولكن بعد المقابلات سمعنا طموحاتهم وأهدافهم هذه، الحمد لله قدرنا نرفع من 30 زدنا عليهم 20 زيادة، فإن شاء الله هالسنة بناخذ 50 طالب اللي بيكونون توتال إن شاء الله 199 طالب في البرنامج إن شاء الله. ما شاء الله ممتاز، بالتوفيق لهم جميعا إن شاء الله، والله يسخرهم لخدمة الوطن ولخدمة الشعب إن شاء الله. وأكيد وجود كوادر مواطنة في كافة التخصصات هو يطمحون لشيوخنا، نطمح لإحنا كموظفين في هيئات حكومية في دبي، وإن شاء الله نشوف المواطنين في كل مكان في كل وظيفة. ما في شيء اسمه وظيفة هذه لا والله هاي ما تصلح لي ولا كيف أشتغل، كل الوظائف ممتازة وكل وظائف عبارة عن خدمة للوطن، احنا لازم يعني نشغل كافة الوظائف عشان نخدم بلادنا في كافة التخصصات. بالضبط، في النهاية هم عيالنا واخواننا ونشوف ونبغي نشجعهم، ويعني منه فينا فالإنسان لما احنا بندش باتي بندش العيادة ولا مستشفى ولا طواري نشوف كوادر وطنية موجودة فشعور مختلف، شوفين ان في ايدي اماراتية في مواطنين موجودين ما شاء الله عليهم، لو تشتري مثلا الطواري ولا شيء اخر ليش في موجودين هناك. صحيح. فهالاحساس روحهم ما شاء الله عليهم يعني اللي يعتقد ان انتظامهم للتخصصات الطبيه وجدهم اجتهاد. ممتاز ممتاز. انا شاكره لك استاذ احمد العامري ضابط اداري رئيسي باداره التعليم الطبي والابحاث، هذه المداخله بخصوص برنامج طب وعلوم، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق ومن نجاح لنجاح ان شاء الله في برنامج طب وعلوم. شكرا لك. مشكورين موفقين خير ان شاء الله. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا. مع السلامه. ما شاء الله مثل ما تشوفون الهيئة موفرة برنامج وحوافز كثيرة لعيالنا اللي حابين يتخصصون في الطب أو الطب المساند. وترى من وجهة نظري متواضعة، احنا عمرنا ما رح نكتفي من الأطباء، ما نقول والله خلاص احنا عندنا مثلا 100 طبيب مواطن كافي، دائما نحن نحتاج دائما المجال، كل المجالات ترى مو بس الطب، كل المجالات تحتاج دائما الكفاءات المواطنة، كل المجالات تحتاج العيال البلاد تخدمها، ونرد جزء من الجميل على الخدمات اللي نحصلها ونعمة الأمن والأمان والسعادة والرفاهية اللي احنا عايشين فيها في البلاد. فاحنا نرد الجميل لما احنا نصير نتخصص بالتخصصات المطلوبة في بلادنا ونشتغل عشان نخدم هذا البلد. احنا حنطلع ان شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل رح نتكلم عن موضوع جميل اللي هو موضوع الصحة المدرسية، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. ليش ما تتواصلون معنا؟ ليش ما تتصلون؟ تشوفون تطرحون آراءكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم مواضيع طبية. ترى البرنامج الإذاعي بشكل خاص نثري بتواصل المستمعين، ترى مذيع يتكلم مدى ساعة الهوى يستوي بعدين البرنامج ترى ممل، لازم تتصلون وتشاركونا عشان يعني يستوي شيء. ترى أنا تعلمت في خلال تقديم الصحة والسعادة على مدى السنوات إنه سبحان الله تكون مجهز الحلقة وفي مواضيع وكل شيء، لما يتصل فيك المستمع يطرح موضوع جديد تمام يمكن ما يا على بالك أنت رح تطرحها أصلا في البرنامج، أو إن الناس تحتاج تعرفها. لأن لما تكون أنت هاي وظيفتك كطبيب في أشياء نعتبرها إحنا مسلمات يعني معلومات يعني ها مفروض كل حد يعرفها مثل ما يقولون، بس على مدى سنوات تقديم الصحة والسعادة اكتشفت مرات الناس تسأل أسئلة وايد بسيطة إحنا نعتبرها من المسلمات لكن تأثر وايد في حياة الناس. واحدة من هذه المواضيع اللي دائما تنسأل والحين تعتبر هي حديث الموسم، الصحة المدرسية. أنا أحس حديث الموسم طول السنة، في أيام مدرسة الأمهات يتكلمون عنه،
إجازة الصيف الأمهات يتكلمون عشان يتريون المدرسة عشان يتكلمون عن الصحة المدرسية. والصحة المدرسية مجال وسيع وكبير. كثير من الأمهات فكرتهم أن الصحة المدرسية فقط التطعيم أو الصحة المدرسية فقط إذا الياهل تعب وراح عند الممرضة في المدرسة. فيها وايد جوانب مختلفة الصحة المدرسية تشمل حياة أبنائنا لأنهم يقضون نصف يومهم تقريبا في المدرسة. راح نتكلم عن الصحة المدرسية شو هي وشو الخدمات اللي تقدم. معانا اليوم في الاستوديو الدكتور وليد الفيصل استشاري طب الصحة العامة بإدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد دكتور وليد. صباح النور. نورتنا اليوم في الاستوديو. تسلمي وشكرا لك على الاستضافة وعلى برنامجك الجميل والمفيد. شكرا البرنامج والله الدكتور يستوي أجمل بضيوف الجميلين اللي ينورين في البرنامج. طبعا دكتور الحين موسم المدارس. في مدارس بدأت أسبوع اللي فات، في مدارس الحين بدأت. نتكلم أول شيء شو مفهوم الصحة المدرسية؟ شو يعني لما نقول صحة مدرسية؟ الصحة المدرسية هي أحد فروع الصحة العامة وبشكل تفصيلي بتشير لمجموعة الاستراتيجيات والخدمات والأنشطة اللي بتنفذها فئات أو مؤسسات المجتمع المختلفة في المدرسة. نعم. وبتسعى من خلالها إلى تحقيق تعزيز صحة الطلبة في المدرسة من الناحية الجسمية والنفسية والاجتماعية. وبتشير يعني بهالخصوص إلى نشوء مصطلح اسمه المدرسة المعززة للصحة. وهي بشكل مستمر بتكون المدرسة اللي بتعزز من إمكانياتها لتكون مكان مناسب لأنه الطلبة والمعلمين والعمال والعاملين في المدرسة يعيشوا ويتعلموا ويعملوا. ممتاز. الصحة المدرسية واجب منه؟ هل هي واجب المدرسة؟ واجب الأهل؟ واجب الصحة؟ منه أطراف الصحة المدرسية؟ ككل برامج الصحة العامة هي مسؤولية المجتمع بشكل متكامل. هلا احنا بهيئة الصحة بدبي الإدارة المسؤولة عن الصحة المدرسية هي إدارة حماية الصحة العامة. صحيح. ولكن إدارة الصحة العامة لحالها ما بتقدر تقوم بهالعمل بمفردها، لازم تقوم بتعاون مع كافة إدارات هيئة الصحة بدبي ومع كافة أطراف ومؤسسات حكومة دبي. نعم. وكمان بالإضافة لذلك مع مؤسسات المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص. جميل. نتكلم على جزء من أجزاء الصحة المدرسية هو الموضوع الأكثر قلقا للأمهات، التغذية، تغذية الطالب. الطالب طبعا الحين يطلع مثل ما يقولوا مع أذان الفجر يرجع تقريبا العصر، فيقضي معظم وقته في المدرسة وممكن يتناول معظم وجباته أصلا في المدرسة. فشو أهمية أو دور التغذية في تحصيل الطالب؟ بما أن ما شاء الله كل الأمهات الحين تبع عيالكم ممكن يكون أوائل ويأخذون تخصصات كبيرة، ف التحصيل العلمي مهم جدا يكون دائما الأهل. شو دور التغذية؟ كيف نحرص أن يكون في تغذية سليمة يعني خصوصا الطفل مثل ما قلنا يقضي معظم الوقت أصلا في المدرسة؟ يمكن أشكرك على طرح الموضوع، هو بالفعل من المواضيع الهامة جدا. نعم. طبعا التغذية مهمة لمسألتين أساسيات في حياة كل إنسان هما النمو والتطور. صحيح. النمو هو يعني نمو الجسم من الناحية من ناحية أعضائه، من ناحية عضلاته، من ناحية عظامه المختلفة، وتحقيقه لمقاييس معينة متناسبة مع العمر. صحيح. أما التطور فهو نمو الدماغ. صحيح. ومقدراته العصبية وال يعني الأدائية اللي بتخليه يؤدي واجباته بشكل عام. ممتاز. وبالتالي واجباته العضلية والهيكلية بيقدر يقوم فيها، وواجباته الدراسية أيضا بيقدر يقوم فيها، وبالتالي يحقق مردود أكاديمي وتعليمي كثير كبير. جميل. ومن هون النمو والتطور أهم ما يمكن فيهم هو التغذية. إذا قدرنا نحقق التغذية السليمة للطفل فهو بيكون بالمستقبل بيتمتع بمقاييس بدنية سليمة وبأداء عصبي ودماغي بشكل يعني مناسب وصحي وسليم. صحيح. شو دور الصحة المدرسية في تعزيز تغذية الأطفال لما يكونون في المدارس؟ طبعا الأشياء الأساسية اللي إحنا منركز عليها منركز على الرسائل الأساسية للتغذية السليمة. ممتاز. وبالتالي إحنا لأولياء الأمور وللأمهات بشكل خاص منأكد على عدم نسيان وجبة الإفطار. هي وجبة الإفطار هي الأساسية. جميل. صحيح. الناحية الثانية إذا قلنا بدها الأم تحضر اللانش بوكس أو علبة الغذاء للمدرسة. نعم. فعلبة الغذاء شو بدها تتضمن؟ شو الأشياء؟ دائما الأمهات بيسألوا على
شو هي الأشياء اللي ممكن يحطوها بعلبة التغذية للطالب لما يروح المدرسة. صحيح. وبالتالي العناصر الأساسية اللي بتتضمنها علبة التغذية هي نوع من المخبوزات اللي أنا أنصح بشكل عام أنه تكون هالمخبوزات مكونة من القمح الكامل. نعم، عشان الألياف، وبالتالي طبعا ما يصاب الأمساك أيضا. بالضبط. ومجموعة فيتامينات خاصة بتكون موجودة بقشرة القمح. صحيح. اللي لما إحنا منحاول نزيل قشرة القمح عم تروح الفيتامينات مع القشرة، وبالتالي ما عاد تكون موجودة في القمح. صحيح. عشان هيك دائما إحنا ننصح بالقمح الكامل. الناحية الثانية نوع من الأجبان أو البيض. نعم. الناحية الثالثة الحليب. والناحية الرابعة نوعين أو ثلاثة من الخضار. نعم. ونوعين أو ثلاثة من الفواكه، وما مننسى دائما أنه يكون الماء موجود وننصح فيه بشكل مستمر. الماء. صحيح. والماء والماء لازم نحط فيه. أمهات يعني تقول مسلما أن الطفل فيه عنده ماء في المدرسة، لكن اللي نشوفه دكتور في العيادة أنه أحيانا الطفل ما يقدر يطلع من الصف، أو بما أن الماء مو موجود عنده ينسى أنه هو يشرب ماء. فوجود الماء في الحقيبة الغذائية جدا جدا يكون مهم، أن الأم ما تنسى، ما تعتبر أن الماء متوفر في المدرسة عن طريق الحنفيات المياه المختلفة، لازم يكون محطوط. الموضوع الثاني دائما يؤرق الأمهات، الحقيبة المدرسية. دائما الحين مع بداية المدارس تلاقي الأمهات يقولون الحقيبة المدرسية حقيبة الظهر ثقيلة، كم مفروض يكون الوزن الطفل صغير والحقيبة وايد ثقيلة عليه، شو الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة وغيرها. فكيف ممكن ان احنا نعزز صحة الطفل او نمنع مثلا انه يتأذى من حقيبة الظهر؟ شو الوزن المثالي؟ ممكن شو الحقيبة المثالية تكون مثلا؟ كيف ممكن مثلا مواصفات الحقيبة تكون؟ فكيف ممكن ننصح الأمهات في مجال حقيبة الظهر او حقيبة الدراسية؟ بالنسبة لوزن الحقيبة لازم ما تتجاوز 10% من وزن الطفل. احنا قديش الوزن نحسب الوزن الحقيبة؟ لازم ما يتجاوز 10%، لأنه نعم. في حال تجاوز 10% ممكن يؤدي لاضطرابات مختلفة في الجسم. صحيح. ممكن يعمل إجهاد مزمن وبالتالي يؤدي لآلام مزمنة. صحيح. في العمود الفقري، في الجهاز العضلي والهيكلي. وممكن أيضا على المدى الطويل يؤدي لتشوهات في العمود الفقري. صحيح. من الناحية الثانية اللي هي كيفية التعامل مع الحقيبة، التعامل مع الحقيبة يعني أولا شو كيف الثقل، وين بده يتركز؟ داخل الحقيبة. صحيح. بده يتركز في وسط الحقيبة، وبالتالي بحاجة من أولياء الأمور أنه يراقبوا بشكل أسبوعي على الأقل الحقيبة ويراجعوها، يراجعوا محتوياتها مع الطفل، لأنه الطفل ممكن يضع فيها أشياء ما تكون لازمة أنه يشيلها معه للمدرسة. صحيح. كيف بده يحملها؟ ممكن الحقيقة لازم الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة أنه ثني الركبة، ما يحمل الحقيبة من الأرض وهو رجله ممتدة. صحيح. الناحية الثالثة لازم ما يحمل الحقيبة على جنب واحد، وإنما لازم الحقيبة تحمل على الطرفين، على كلا الكتفين، بتوزع مناسب ومتناسب مع كل يعني أعضاء الجسم. ممتاز. دكتور وليد، شو أكثر الأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال أو طلاب المدارس بما أنه ما شاء الله فترة الصيف عندنا؟ أحدها طبعا انهاك الحراري، نتكلم عنه على السريع، ونتكلم أيضا عن بعض الأمراض اللي تنتشر مع بداية موسم المدارس. طبعا أشرتي للإنهاك الحراري، الحقيقة من أهم الأشياء اللي ممكن تكون موجودة في الجو الحار هي موضوع مشكلة الإنهاك الحراري. نعم. وهو بيحصل نتيجة أنه بتعرفي الجسم بشكل مستمر عم ينتج طاقة وحرارة. صحيح. وبحاجة أنه يتخلص من الحرارة الزائدة. فعدم قدرته بظروف الحرارة العالية والرطوبة العالية في الجو المحيط، عدم قدرة الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة ممكن يؤدي لاضطرابات مختلفة، ممكن يؤدي للجفاف بالجسم. صحيح. ممكن يؤدي للتقلصات العضلية اللا إرادية في بعض عضلات الجسم، ممكن يؤدي للإنهاك الحراري، وأيضا ممكن يقود بحالات نادرة للصدمة الحرارية. صحيح. أو صدمة الشمس. صحيح. يلي ممكن تقود للوفاة بكل أسف. نعم. الإنهاك الحراري طبعا لازم ننتبه له، ونحاول نشوف يعني كيف فينا نعمل الوقاية الأساسية منه. صحيح. دائما أولياء الأمور بينتبهوا على أنه لازم الماء
ذكرناه في البداية وبنرجع منأكد عليه كمان هون، وهو الوسيلة الأساسية، السوائل اللي ممكن يشربها الطفل وتعوضه عن ما يفقد من السوائل في الجسم هي الماء بشكل أساسي. صحيح. الناحية الثانية الملابس الخفيفة، الألوان الفاتحة. الناحية الثالثة وبتتعلقها يمكن أكثر بالمدرسة، اللي هو مراقبة مشعر الحرارة. وطبعا مشعر الحرارة احنا ما بنقدر نعطي يعني أرقام حدية. صحيح. للتصرف من خلالها، لأنه المسألة بتتعلق بالحرارة وبالرطوبة. بالضبط. وبالتالي في جداول، هلأ ممكن نرجع لها الجداول هاي، اللي بتربط الحرارة مع الرطوبة وبتعطينا بالنهاية يعني مساحات من التصرف المناسب. جميل. مثلا صحيح. فإذا في حالة الخطورة الزائدة ممكن يكون في نصح بعدم إجراء النشاطات الحركية خارج التكييف. نعم. خارج المنطقة اللي هي فيها ظل في المدرسة. صحيح. دكتور وليد، أحد الشكاوي دائما تكون من الأمهات، وأعتقد أنها تأثر على الصحة المدرسية، اللي هو بعض المدارس تهمل موضوع الصحة البدنية. نعم. يعني في كثير مدارس حصص الصحة البدنية يا تلغيها أو تعطيها مثلا لمراجعة أو أي شيء ثاني. شو أهمية الصحة البدنية لتعزيز الصحة المدرسية؟ يعني في متوسط عالمي أوصت. نعم. فيه منظمة الصحة العالمية بأنه لازم كل طفل في المدرسة يمارس 60 دقيقة من النشاط الحركي يوميا. ما شاء الله، ممتاز. النشاط الخفيف والمتوسط الشدة. نعم. وبالتالي هالنشاط احنا ممكن نحققه بحصص الرياضة، وممكن ايضا اذا ما قدرنا نحققه بحصص الرياضة نحاول نتعامل في برنامج صحي مدرسي متكامل. نعم. نشرك في إدارة المدرسة، نشرك في الأساتذة الرياضة وأساتذة العلوم المختلفة في المدرسة، ونشرك في الأهالي وأولياء الأمور. نعم. بشكل أنه هالستين دقيقة نقدر نحصل عليهم من نشاطات مختلفة في المدرسة وخارج المدرسة وبحصص الرياضة. ممتاز. نتكلم على السريع دكتور وليد عن دور الأهل لتعزيز الصحة المدرسية سواء داخل المدرسة أو خارج المدرسة. في أهل يعتبرون أن صحة الطفل في المدرسة مسؤولية المدرسة 100%، بالتالي هم تبدأ عملهم من بعد خروج الطالب من المدرسة. بس على السريع، نصائح للأهل لتعزيز صحة أبنائهم. يمكن من المكون الأساسي من المكونات العشرة لبرنامج الصحة المدرسية اليوم هو إشراك الأهل. صحيح. لاعترافنا بدورهم الكبير في صحة وسلامة وسعادة الطفل. صحيح. في المدرسة وخارج المدرسة. وبالتالي نصيحتي لأولياء الأمور أنه يتواصلوا مع المدرسة، مع العيادة المدرسية، مع طبيب المدرسة، مع ممرضة المدرسة، في أي شأن صحي بيتعلق بأبنائهم. في حال أنه كانوا بيحتاجوا لرعاية خاصة داخل المدرسة. صحيح. فيقدموا لهم المعلومات الضرورية اللي بتأهل الممرض والطبيب في المدرسة أنه يقدموا الخدمة الصحية المناسبة لأبنائهم. صحيح. أيضا أنه يشوفوا شو هي التوصيات العامة ويحاولوا أنه يطبقوها فيما يتعلق خاصة بالتغذية السليمة، فيما يتعلق بالنشاط الحركي، وأيضا في موضوع مهم أيضا هو الوقاية من الأمراض المعدية في المدرسة. صحيح. واللي بيقدروا يتعاونوا فيها في أنه يقدموا بطاقة التلقيح للمدرسة من أجل استكمال لقاحات الطفل. نعم. والطالب في المدرسة. أيضا يعلموا طفلهم بشكل مستمر على غسيل اليدين بصورة متكررة وقبل تناول الطعام بشكل أساسي. وأيضا يعلموا أطفالهم على إتيكيت السعال والعطاس. بالضبط. وبالتالي هالثلاث وسائل الأساسية هي بتساعدنا إلى حد كبير بالوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها. ممتاز. نشكر لك دكتور وليد الفيصل، استشاري طب الصحة العامة بإدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بتبيها المداخلة الجميلة بخصوص الصحة المدرسية، وإن شاء الله يكون الأهل استفادوا من هذه المعلومة، وأكيد بيكون لنا وايد حوارات قادمة ولقاءات قادمة نتكلم فيها بعمق أكثر عن تعزيز الصحة المدرسية لعيالنا في المدارس. شكرا لك دكتور وليد ونهارك سعيد. شكرا لك. شكرا. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لك. مثل ما تفضل دكتور وليد، نقطة جدا مهمة ذكرها اللي هو التواصل ما بين المدرسة والأهل. أنا أستغرب جدا من بعض الأهل اللي عيالهم يكتمون في المدارس سنوات ما تعرف أبسط الأشياء اللي يمارسونها عيالها في المدرسة. أبسط طريقة أنا أعرف،
كوننا نحن أمهات عاملات، الأم تشتغل والأبو يشتغل، يكون أحيانا صعب أن نصير نزور المدرسة بشكل متكرر. لكن ترى الحين مدارس ما شاء الله تطورت، في أكثر من طريقة للتواصل. أبسط طريقة للتواصل كل يوم بعد ما يرجع الطفل على اختلاف عمره، عودوه من أعمار صغيرة، تسألونه شو سويتين في المدرسة؟ أنا عيالي كل يوم أسألهم شو سويت؟ شو الشيء اللي حبيته اليوم في المدرسة؟ شو الشيء اللي ما عجبك اليوم في المدرسة؟ وشو كلت؟ لازم أسألهم هالأربع أسئلة حافظين، يعني حتى بعدني بقول خلونا نتكلم، هما جاوبوا الأربع أجوبة ورا بعض. ليش؟ أول شيء تكون أنت مثل ما يقولون على علم، خلينا نقول 60% باللي يستوي في يوم طفلك، ترى 60% من الطفل إيه. رقم اثنين، تقدرين تشوفين شو مستوى ولدك بشكل عام، تلاقي مثلا هو منعزل في المدرسة، اسألوه بعد عن أصدقائهم، منو صديقك، مع منو تكلمت اليوم، مع منو كلت اليوم، مع منو شاركت الوجبة اللي عندك في اليوم. وسؤال مهم اللي هو الأكل، مثل ما قال دكتور وليد، إذا إحنا ما نسأل عيالنا شو الوجبات اللي يأكلونها في المدرسة، معظم العيال أحيانا يردون من المدرسة وإحنا بعد ما رجعنا من الدوام، فما نعرف شو اللي استهلكوه شو اللي ما استهلكوه، ممكن الأكل اللي انطرشه يرد ترى نفس ما هو وإحنا مو منتبهين. مهم جدا نعرف اللي يطرش في الحقيبة الغذائية مالت أطفالنا شو اللي يرد وليش يرد. وايد وايد مهم تحاورون حتى لو الطفل صغير. أنا ما في يزعلني غير أم تقول عمره 5 سنوات شو فهمه، يفهم ويستوعب، والدليل هو يقدر يميز إن هذا الأكل حلو هذا الأكل مو حلو، يفضل الأكل الفلاني وما يفضل الأكل الفلاني، هم يفهمون يستوعبون. لكن احنا لازم نتحاور. احنا وصلنا لنهايه برنامجنا ان شاء الله اليوم، ان شاء الله كنا خفاف عليكم في هذه الساعه الاذاعيه، ان شاء الله الى ان نلتقي معاكم غدا حول الله ان شاء الله في برنامج صحه وسعاده. اقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.